الحياة الوردية هي فكرة خيالية تتجسد حرفيا في هذا المكان اللي فيه أكثر من 150 مليون زهرة من 120 نوع زهور على مساحة 72 ألف متر مربع، ما يجعلها أكبر حديقة للزهور في العالم. هذه الحديقة تم إطلاقها في عيد الحب عام 2013 بتكلفة بلغت 11 مليون دولار، وبموجب اتفاق بين مجموعة دبي العقارية ودبي لاند قاده رجل الأعمال الأردني ناصر رحال. اقتحمت موسوعة جينيس من خلال هرم الزهور اللي بطول 10 أمتار، علاوة على حائط الزهور يصل طوله إلى 800 متر وارتفاع 3 أمتار، بالإضافة إلى أكبر ساعة للزهور في العالم وأكبر مجسم زهور وهو طائرة إيرباص 380 الإماراتية. وبتضم الحديقة محلات بيع بالتجزئة بالإضافة للمطاعم والمقاهي والمساجد. الآن وإن كان هذا المكان من صنع الإنسان أيها السادة، فلست أدري كيف تكون الجنة. وحتى يأتي ذلك اليوم، أنا وسام اليزوري أبث لكم من دبي.